تقول في هذا السؤال: توجد امرأة ملتزمة بشرع الله ومتزوجة من زوج طيب المعاملة بارا بوالديه، لكنه يصلي في المنزل مع أنه جار للمسجد، وقد نصحته وقد نصحته الزوجة كثيرا بالذهاب إلى المسجد، ولكن يعتذر عن ذلك بأعذار واهية، مع العلم بأنه ليس لها بعد الله غير هذا الزوج، فماذا تفعل؟ وهل عليها إثم إذا لم يذهب لأداء الصلوات في المسجد؟ وجهوني مأجورين. تركه للصلاة في المسجد من غير عذر هذا نقص عظيم وترك لواجب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المسلمين الصلاة في المساجد، وتوعد الذين يتخلفون عن الصلاة في المساجد من غير عذر ووصفهم بالنفاق. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة، أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يصلي في بيته لما يلقى من المشقة في طريقه إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذا الرجل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلي مع الجماعة، ويجب على المرأة السائلة أن تناصحه وأن تكرر النصيحة معه، لعل الله أن يهديه. نعم.